بزمن الصوم من العطاء والمحبه الصادقه لهيك بحلقتنا لليوم ببرنامج على الموعد رح نكون عم ندوي اكثر عن حمله المشاركه السنويه لعام 2024 بمناسبة هالزمن المجيد اللي عم بتنظمها رابطة كاريتاس لبنان تحت شعار من إيدك لباب السماء مع أستاذ أندري كويك مدير المؤسسة الاجتماعية برابطة كاريتاس لبنان صباح الخير أستاذ أندري صباح النور تحية لكم تحية لجهودكم وشكرا لوجودكم معنا اليوم مرسي لكم مرسي على استضافتكم كاريتاس لبنان بغنى اكيد عن التعريف نشاطاتكم على مدار السنه اكيد مش بس بهالفتره خدماتكم وجهودكم ما بتتوقف خبرنا اكثر استاذ اندريه اليوم بظل هالصعوبات الماديه والاقتصاديه الاستثنائيه اللي عم بيعاني منها بلدنا لبنان شو الدور الاساسي اللي عم تلعبوا رابطه كاريتاس لبنان لكن مثل ما قلت كاريتاس كل السنه بتشتغل هذا الشغل وبايام الازمات وبرا الازمات واذا بدك أكتر علة وجود كاريتاس هي الازمات يعني وقت اللي الناس ما بتكون عم تلاقي البدايه برا بتلتجي لعند كاريتاس نحن اللي عم نقدر نعمله ما غيرنا ولا نشاط اذا بدك من اللي كنا نعمله قبل من ناحيه الاستشفاء من ناحيه الادويه من ناحيه التعاطي مع المسنين، تعاطي مع الاشخاص اللي ما عندهم وصول لاي عايزه يعني بحاجه لكل شيء عم نقدم له عم نقدر نقدم له اياه، سو نحن ما تغير نشاطنا بولا شيء، اكيد الامكانيات اوقات بتخف، اوقات بتزيد، الطلب للاسف مش عم بخف، عم بزيد كثير مش شوي، آه، في ضغط كثير شغل علينا، ان شاء الله بهالحمله هي من احدى اسباب الحمله بنعملها كل سنه اذا بدك انه نقدر نلم تمويل تنقدر ندعم مجتمعنا ونكمل مع عيالنا لا ما فينا لقدام. نعم استاذ أندري اليوم للاشخاص اللي ما بتعرف وقت نحكي عن دعم شو هن الخدمات اليوم اللي بتوفرها كاريتاس لبنان؟ آه، عندك بالطبابه عندنا كل شيء يعني عندنا حكمه لكل شيء اذا بدك اذا بتروح على مستوصفاتنا عندنا من الحكم العظم لحكم القلب لحكم الاطفال حكم الدينين كل شيء ادوية بعدنا عم نعطي ادوية على كل بي بي كل لبنان ببلاش آه، عندنا عندنا اذا بدك آه، مراكز للمسنين مراكز للمدارس للاطفال ذو الاحتياجات الخاصة عندنا 36 مركز بلبنان عم أكاليم يلي هن بنوجهلهم اكبر تحية هني وشبيبتهم اللي عم بيعملوا دور الحملة هلا بيساعدوا بالحملة بيهتموا بالمساعدات الاجتماعية بتروح من علبة حصة غذائية لمستشفى وكل هالأخبار نعم ايه حلو هالاسم من إيدك لباب السماء ايه اليوم مهم خاصة بهالزمن أنه نكون عم نعطي غيرنا تنقدر نعيش معنا الصوم الحقيقي اكيد الانسان لازم يصوم بالاكل وبال وبالحرمان حرمان النفس ولكن اكيد اهم كمان انه مثل هيك كمان نكون عم نصوم بالافعال بالمبادرات الحسنه، فاليوم شو بدك تخبرنا عن هالحمله تحديدا وعن اهميتها؟ لك ال بير ميشيل رئيس الرابطه بيقول انه كل واحد بيعطي بيكون عم بيشتري عم بيساعد بحق التيكت اللي بتخليه يفوت على السماء سو هيك كانت الفكره وقت حطينا السلوغان لهي السنه الحمله اذا بدك انه نحن كل بندعم كل الناس تساعدنا فيها لانه بالنهايه آه, نحن فينا نكمل طبعا. وقت بنقول فينا نكمل عم نروح نقدر نساعد بكل الاشياء اللي سميناها قبل وبلا هالحمله بنوصل لمحل اذا بدك بتخف قدرتنا نساعد لانه ما كلنا بنعرف انه البرامج اللي بتجينا من برا بتجي مشروطة أوقات وبتجي لأشخاص معينين صح. يعني عم بتجي كتير لأجانب للاجئين ل... قليل ما عم بيجي للبنانية والوضع اللبناني كنا بنعرف صار يمكن بحاجة أكثر من اللاجئ اللي عنا يما من ال... اللي ساكن عنا بلبنان هاي الحملة نحن بنركز عليها ومنجرب نعمل كتير نشاطات بكل كل الاصعده كل ما هيك بتلاقوا شبيبتنا واقفه على الطرقات بالشتي ونحن منستفيد من مرحلة السومية اللي هي فترة 40 50 يوم نلم فيها تكل اللي بيجي كله هيدا بيكون مردوده كله 100% للبنانية عامة بكل لبنان يعني ايه اوقات كثير بنكون نحن سهرانين ومبسوطين وهيك بنشوف شبيبه كاريتاج جايين بكل فرح على المطاعم بالشوارع وين ما كان مهم انه يكونوا عم بي عم بيامنوا هالحاجه تيقدروا يعطوا غيرهم، هالشباب فعلا بكبروا القلب يعني هن صوره لبنان الحلوه إيه؟ هن مش بس سوره لبنان هن حتى بالنسبه لنا نحن لهم هن مستقبل كاريتاس الجديد يعني نحن بنتكل عليهم علما انه كل هالشباب كلهم تلاميذ جامعات كلهم صح. يعني من وقتهم الخاص الصغير اللي بيبقى عم بيعطونا وقت كثير كبير كثير من بالفعل منهم عم يعني... مش بس نحن بنتكل عليهم بالحملات نحن بنتكل عليهم بكل الانشطه اللي بتصير بال بالاقاليم عندنا ان كان على صعيد رعيتهم ان كان على صعيد عيد الميلاد ان كان على صعيد كل المناسبات هن الجندي المجهول والحاضر, والحاضر, يعني اذا بدك لانه هن بغطوا كل هالتفاصيل طيب. يعني اليوم وقتا نحكي عم, عم نحكي عن هالصعوبات وعن هالتحديات استاذ اندري اللي عم تواجهوها كل يوم واللي مس... واللي سببها هو غير انه الازمه الاقتصاديه حاجه الناس اللي عم م. تكبر يعني قد ما تلبوا حاجات عم تحسوا انه بعد في حاجات اكثر واكثر اليوم مين عم يدعم كاريتاس لك هلا وصلتينا على شيء ثاني اللي هو بدنا نحكي فيه من ثلاث اربع سنين كاريتاس خلقت اذا بدك دايره جديده اللي انا مسؤول عنها اللي هي المؤسسات الاجتماعيه نعم واللي انخلقت بدور تنتج نعمل شيء نقدر ننتج فيه مصاري وهالمصاري بتكون مردود ربحها كلها الانكم, الانكم اللي بيرجع بنرجع بنعمل فيه بنشغله ب ناحيه الطب من ناحيه القصص الاجتماعيه وكذا يعني التمويل الربح اللي بنربحه بنحطه هون تنرجع نستفيد فيه نا. من احدى هالمؤسسات هي كان عندنا مطبخنا اسمه يفيد هلا عاملين له يفيد هلا حل آه كان قبل موجود المطبخ اذا بدك سوب كيتشن يعني كنا نقدم فيه آه وجبات غذائية للمسنين لفوق المي بين المية بين مية مية وخمسين شخص كل نهار تنين أربعة جمعة ونعطيهم على بتبرو ياخدون كانوا معهم لثلاثة خميس سبت بقى اجت الفكرة وقت فتحنا المؤسسات الاجتماعية انه حسنا زبطناه كثير اشتغلنا فيه على السنتين انه كل مردود عم بيكون اللي بيربح فيه نقدر نبيع لبرا صح ساندويشات وهيك يكون لجو السنه من شهر تقريبا مؤخرا كاريتاس حطت ايدها بايد الشاف حنا طويل يلي شاف كثير معروف صح وكثير شاطر واكله كثير كثير طيب وبين على التلفزيونات وعنده مطاعم وهيك بقى قدم حاله لكاريتاس يلي بمساعدته غيرنا المنيو كله الجواني صار عندنا اذا زي بدك زيت المنيو اللي بيستعمله هو بمطعمه صار هو زيته عنا رحنا لابعد عملنا شيء منيو كيترينج جديد يلي هو بدنا نتوجه فيه اذا بدك لكل الاشخاص يعني للرعايا لل وين ما كان شو عايزين تعملوا من اول قربانه لعرس لكل كل كل هالتفاصيل نحن ريدي نكون عم نعملها لسببين اول سبب فينا نكون عم نعطي رح نقدم 10% من الفاتوره للرعيه اللي بتبعت لنا حدا يعمل عندها يا ما هي اذا عملت بشي نشاط عندها وثاني شيء كل هالمصاري اللي عم تفوت ترجع نشغلها عن جديد نشاطات لسيرة اللي عم نحكي عنها، م. سو هيدا من هلا المشاريع اللي صار لنا شهر عم نجهز فيه وبلشنا جددنا وحددنا كل شيء يعني تيقبل الشيف حنا كمان يكون معنا انا بدي بالنهايه يعني اسمه، سو كل شيء تجدد وكل شيء كان ابديتد لا يكون يواكب المرحله الجديده حلو يعني بطبيعه الحال استاذ اندريتا تقدروا انتم تضلكم عم وتساعدوا انتم بحاجه كمان لتمويل يعني ولمصاري لانه فعلا كاريتاس عن جد عم بتساعد بكل المجالات مثل ما قلت انت المجال الطبي المجال التعليمي آه، العيال المحتاجه طب ما كل هالعيال هي كمان متكله عليكم وبحاجه لكم طيب. ونحن اكيد فينا نكون عم نتابع كل نشاطات كاريتاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي آه، سوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام آه، آه، كاريتاس آه، لبنان وايضا للاشخاص اللي حابين يتبرعوا استاذ اندري يساعدوا يعني في كاريتاس فوتو على الويب سايت في محل دونيت فين يكبسوا ويحطوا فين يتوجهوا لأقرب مركز إلنا نحن موجودين على سعيد كل لبنان فين يتواصلوا معنا يتلفنوا لنا ونحن منتوجه لعندهم للتبرع وبيخدوا الوصل كل الطرق متاحة يعني اللي حابب ما في شيء بوقفه انه واكيد اللي حابب ممكن يكون عم بيساعد هالشباب والصبايا اللي عم أي. نشوفهم وين ما كان بالشوارع حتى لو بشيء بسيط يعني مثل ما بيقولوا فلس الارمله ما لا بيساعد، يعني نحن نحن حابين نكفي اكيد معك ولكن نظرا لضيق الوقت اليوم شو بتحب توجه كلمه اخيره لكل الاشخاص اللي عم بيحضرونا؟ انا بقول لهم مش ننطر بس كمان وقت الحمل تنساعد كاريتاس لانه كاريتاس مش عم بتساعد هي بدوره بس بوقت الحمل كاريتاس عم بتساعد خلال كل, كل السنه, السنة. So, يمكن اليوم انا ما ما قدرت اساعد بعد جمعتين فيي بس اذا كنت برات الحمل مش معناتها ما بيجي تساعد بقى كاريتاس بيبا مفتوحه للعطاء وبيبا مفتوح لتساعد كل ايام السنه 24 على 24 ما بحياته حدا دق بابا ورجع مكسوف يمكن اكيد مش عم نقدر نرضي الكل مثل ما هن بدهم بالنهايه ما فيك ترضي شخص 100% مثل ما هو بده بس نحن ضميرنا مرتاح انه عم نقدر نرد على كل الطلبات علما انه العدد زاد بشكل مش معقول وفي عنا كتير بسبب الحالة الاقتصادية مثل ما بنسميهم الفقراء الجدد يلي ما كان كان وضعهم منيح بين ليلة وتاني راحوا مصرياتهم صاروا بحاجة هن من يساعدوا. واللي كان عم بيساعد صار بده مساعدة مزبوط 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 كان حدا عم بيساعدنا عم حدا كثير على طول بدل بذكروا فيها كان كل شهر يجي يحط مبلغ عنا وقت راحوا مصريته بالبنك وقف يجي عندي شفت شو الفرق البنك اخذ لك انا اللي حطيتهم عندي رح يصير لك وعم نساعده على طول لا بابنا مفتوح لكل كاريتاس لكل لبنان بقى ما حدا يستحي بابنا وان شاء الله بنكون عند توقعات الكل كاريتاس فعلا لكل لبنان مش بهالزمن بكل الازمان عم بتساعد وتعطي تحيه لكم فردا فردا يعطيكم الف عافيه استاذ اندري كويك بيرميشال عبود وكل اللي عم بيساعدوا كل الاعضاء كل العاملين فعلا تحيه لكم والله يعطيكم قد ما انتم عم تعطوا وشكرا we we اكيد we we لو لوجودكم يدعمنا هيدي طريقه من العطاء كمان نحن هيك طريقه من العطاء و... ونحن من الصف الاول حتكون لانه بتستاهلوا كل خير شكرا مع لوجودك لو معنا خلي لي اياكي مشاهدينا نحن رح نتوقف لبريك صغير ورح نرجع نتابع مع فقراتنا وضيوفنا خليكم معنا